مجلس مدينة درعا يعقد اجتماعه للدورة العادية الثانية لعام 2017، وذلك بحضور محافظ درعا وأعضاء مجلس المدينة. بسبب الهجمات والاعتداءات التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة على حي المنشية والأحياء السكنية في مدينة درعا ومنها حيي السحاري والمطار، عقد مجلس مدينة درعا اجتماعه للدورة العادية الثانية لعام 2017، وذلك بحضور محافظ درعا وأعضاء مجلس المدينة. تفعيل اللجان وتقديم تقارير عن أعمال أسبوعية لرئيس المجلس. بعض القضايا تم ملكيات نقلها من مكان لآخر، والدور الأهم هو أن نحضر ونسمع رأي المجالس الفرعية الموجودة داخل المجلس بكيفية التعامل مع الأخوة المواطنين. الاجتماع يتضمن عدة مواضيع، منها بعض الاستثمارات، نقل الملكيات، إعادة النظر ببعض الأجور، عرض بعض المشاريع التي سيتم المباشرة فيها خلال شهر القادم إن شاء الله. الاجتماع تطرق إلى الأعمال المنجزة خلال شهري كانون الثاني وشباط، كما تضمن عدة مقترحات جاءت بمثابة خطة عمل جديدة، كان أهمها تعديل قرار مجلس مدينة درعا المتضمن إعادة تسمية لجان الأحياء في المدينة، إضافة إلى موضوع نقل ملكية المنشآت الرياضية في الملعب البلدي إلى الاتحاد الرياضي. النقطة الأساسية هي تفعيل المجتمع المدني بالمدينة وتشكيل لجان الأحياء كل حي وتفعيل دورهم، تلافي السلبيات وتدعيم الإيجابيات وتكثيف الجهود لتحسين سير العمل كان أهم ما أكد عليه المحافظ خلال الاجتماع، مشددا على ضرورة مساعدة كافة المواطنين الذين تضرروا بفعل الإرهاب. المؤتمر السنوي لحزب البعث العربي الاشتراكي فرع الرقة ينعقد في مبنى القيادة القطرية للحزب لمناقشة الأمور التنظيمية والمسائل الضرورية، بما في ذلك تقديم المساعدات التي تخدم المواطنين المهجرين. تحت شعار نحن في الرقة لدينا بعثيون لم تستطع لداعش ولا قبلها النصرة أن تلغيهم، عقد المؤتمر السنوي لحزب البعث العربي الاشتراكي فرع الرقة في مبنى القيادة القطرية للحزب لمناقشة الأمور التنظيمية والمسائل الضرورية، بما في ذلك تقديم المساعدات التي تخدم المواطنين المهجرين من محافظة الرقة إلى مختلف المحافظات. اليوم حضرنا مؤتمر فرع الرقة لحزب البعث العربي الاشتراكي، وسيعقد العام القادم في محافظة الرقة بهمة جيشنا، بهمة قيادتنا. حزب البعث يعني لا زال في المرحلة المهمة، 6 سنوات من الحرب الإرهابية على سوريا، في كافة حاملة لكافة القضايا السياسية والاجتماعية والعسكرية. بنقدر نقول في هذا المؤتمر تم تركيز على القضايا التنظيمية والفكرية، وبخاصة الفكر الإرهابي التكفيري. نشاهد تقدم الجيش العربي السوري على كامل المساحة الجغرافية والتوجه باتجاه أيضا محافظة الرقة. الحقيقة نحن متفائلون بأن المؤتمر القادم سيكون في محافظة الرقة. الحقيقة ما دار من نقاشات في هذا المؤتمر، وناقشت كثير من الأمور التي تهم المحافظة وفي مقدمتها تشكيل أو التحاق الرفاق البعثيين القادرين بالالتحاق بالفيلق الخامس اقتحام، وخاصة لواء البعث، لأن نحن أكثر حاجة أن نكون رديفا للجيش العربي السوري في هذه الفترة بالذات. المشاركون في المؤتمر أكدوا على أهمية انعقاده في ظل الحرب الإرهابية التي تشن على سوريا، وعلى ضرورة المساهمة الفاعلة في ظل جهود الجيش العربي السوري لتحرير محافظة الرقة من تنظيم داعش الإرهابي. المؤتمر نحن بيجي تحت عنوان معين، ولكن نحن هلا عم نطرح مجموعة من المواضيع على كافة الأصعدة، كأنه اقتصادي أو اجتماعي ومعاناة الشعب السوري بشكل عام، ولكن نحن فينا نقول خاصة لشعب الرقة. الرقة
التي تعرضت لشتى أنواع الإرهاب، وهي ترنو عيونها وترنو عيوننا جميعا إلى بواسل جيشنا العربي السوري وهو على أبواب الرقة. نتمنى أن يعقد المؤتمر القادم في ربوع الرقة. المؤتمرات الحزبية هي ليست فقط محطات للوقوف على العمل الحزبي، إنما هي التزام حزبي كبير، وخاصة في ظل هذه الظروف التي تعيشها سوريا. نحن عم نجتمع لتحقيق الرقة ونكون إيد واحدة ونحافظ على الوحدة الوطنية وندعم جيشنا. أهمية انعقاد المؤتمر السنوي لفرع الرقة بحزب البعث العربي الاشتراكي يأتي من خلال تأكيد أبناء المحافظة على صمودهم والوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري في معركتهم ضد الإرهاب. محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم، وبمناسبة عيد الأم وعيد المرأة العالمي، يكرم جميع الأمهات العاملات في المحافظة. كرم محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم وبمناسبة عيد الأم وعيد المرأة العالمي جميع الأمهات المحافظة بهدايا عينية ونقدية، حيث لفت المحافظ إلى أن الأم العاملة هي الوطن. بمناسبة عيد الأم حبينا نكرم كل النساء الموجودين بمحافظة ريف دمشق عنا بالمحافظة، وكمان إن شاء الله رح نكرم كمان أسر يعني الشهداء كمان في محافظة ريف دمشق. ونحن الأم هي كل شيء في الحياة، يعني شو ما عملنا للأمهات نحن مقصرين، ولذلك نحن حبينا بشكل تكريم رمزي وهو عبارة عن تعبير في هذه المناسبة العظيمة. الأمهات المكرمات أثنوا على هذه اللفتة الكريمة من المحافظ. نحن بنشكره للسيدة المحافظة كتير لهذا التكريم الكبير، وتقديرا منه لدور الأم بالمجتمع، لأنه هي الأم مثل ما بنعرف هي المدرسة، هي اللي بتربي الجيل الصالح للنهوض بالمجتمع، هي اللي بتعلم أولادها على التضحية والمحبة للوطن. الأم هي الوطن، الأم هي سوريا، والأم أثبتت فعلا صمودها خلال هالأزمة، ونحن بنعايد كل أمهات الشهداء وأمهات جيشنا العربي السوري يلي هو هلأ أكثر الناس بحاجة للمعايدة على صفوف الأولى بالقتال، ونتمنى النصر لجيشنا، ونتمنى أن سوريا كلها تعايد بأقرب وقت ممكن بكل أراضيها وتكون محررة من الإرهابيين، وتكون عيد لكل أمهات الوطن. أكيد أم هي المدرسة وهي الوطن، هي اللي قدمت الشهداء، هي أساس المجتمع. إن شاء الله بنحتفل معا بنصر سوريا. بعيد أم الشهداء، الله يرحم جميع الشهداء، وإن شاء الله كل عام وهن بخير، وإن شاء الله يا رب هيك بتفرج على سوريا، وكل عام وانتم بخير. انا بعيد امهات العالم كلياتهم كل سنه وهن سالمين بألف خير. كما استمع محافظ ريف دمشق وصحبه اثناء التكريم الى الامهات ومطالبهن، واثنى على المتفوقات والنشيطات، وتمت معالجه معظم القضايا واحاله بعضها للمؤسسات المعنيه للمتابعه والرد. وزير الداخليه اللواء محمد الشعار يؤكد على اندحار الارهاب وتحقق الانتصار تلو الانتصار على الإرهاب وداعميه بفضل صمود سوريا وشعبها وتضحيات جيشها الباسل والقوى الأمنية والقيادة الحكيمة. خلال لقائه الضباط خريجي دورة القيادات العليا، أكد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية على اندحار الإرهاب وتحقق الانتصار تلو الانتصار على الإرهاب وداعميه بفضل صمود سوريا وشعبها وتضحيات جيشها الباسل والقوى الأمنية والقيادة الحكيمة. نحن السعادة الأكبر لنا عندما تتحرر بلدنا من كل هذا الإرهاب الذي يتربص في هذا البلد، وبعتقد بيكون عنا العيد الأكبر في ذلك الوقت، وبتكون ترجع مهامنا لتأمين تعزيز الأمن والاستقرار في البلد بشكل أفعل وأمضى، وبهذه الحالة من أمن مواطنينا، وبتعود سوريا إلى حالة إلى واحة أمان، وتعود إلى عجرة الحياة إلى وضع الطبيعي، وبالتالي نرجع نحن منبني سوريا من جديد بأيدينا، ومنرجع مننهض بسوريا، ومنرجع مننهض بأولادنا، وبالتالي منكون فعلا عم نسلم شيء نحن التزمنا فيه أن نقوم بهذا الدور خلال هذه الفترة، هذه الفترة اللي دخلنا فيها السنة السابعة الآن، وما زلنا بقوتنا وصامدين، ورح نكون أقوى ورح نرجع بشكل أفضل إن شاء الله. وزير الداخلية شدد على أهمية استمرار عملية التأهيل والتدريب لتحقيق أفضل سوية لقوى الأمن الداخلي لتكون أكثر متانة وقدرة لتأمين النظام العام ومكافحة الجريمة
بكل أشكالها والحفاظ على الأمن والاستقرار وإعادة الطمأنينة للمواطنين. كما دعا وزير الداخلية الضباط إلى الاهتمام بمرؤوسيهم وتعزيز الانتماء الوطني لديهم والتأهيل الذاتي لهم ولعناصرهم، مشددا على التمسك بالقوانين وتنفيذها بشكل جاد وأخلاقي بما يصون حقوق المواطنين وكرامتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي يقيم مؤتمره السنوي، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب وممثلين عن الاتحادات والنقابات المهنية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية. بحضور المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، أقام فرع دمشق للحزب مؤتمره السنوي، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب وممثلين عن الاتحادات والنقابات المهنية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية. الجلسة بدأت بمداخلات وتساؤلات من الحضور تناولت شؤونا تنظيمية داخل الجهاز الحزبي، بالإضافة إلى مواضيع اجتماعية وسياسية واقتصادية، منها الإعلام وآليات تطويره والتربية وعملية التنمية والسياحة. ملف الشهداء كان حاضرا أيضا في المداخلات. رفاقنا في فرع دمشق الآن بعد هذا المؤتمر، ديدنكم الأساسي وعملكم في هذه الفترة هو العمل في هيئة الشهداء من أجل أن نقدم شيء لذوي هذا الشهيد الذي ضحى بأغلى ما يملك من أجل أن نبقى ومن أجل أن تبقى سوريا. هذا موضوع بدنا نعمل عليه ما استطعنا ويجب الاستفادة، وهنا هناك فروع متميزة لدينا في هذا الجانب، فروع متمكنة، فروع أوجدت مطارح استثمارية لذوي الشهداء، عائدات تعود لذوي الشهداء وكل شيء فيها لذوي الشهداء. مكافحة الهدر والفساد صح، نحن في ظروف صعبة جدا، والآن هناك أيضا كما هناك تجار حروب هناك تجار أزمات في الحروب، وهؤلاء يجب أن يبتروا. الذي يجب أن يكون واعي لهؤلاء هو جهازنا الحزبي، هو رفاقنا البعثيين الموجودين في كل مكان. من يفسد على حساب قوت شعبنا، ومن يفسد على حساب دماء شهدائنا وذوي شهدائنا، هو في الإجرام لا يقل عن داعش وأخواته في هذه الظروف التي تعيش فيها سوريا. البطاقة الذكية هي الحل الأمثل لضمان عدالة توزيع المحروقات على المواطنين، هذا ما أكده الدكتور بشر الصبان محافظ دمشق، مقدما إيضاحات عن عمل المحافظة في كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطن. خلال المؤتمر قدم الوزراء الحاضرون إضاءة على عمل وزاراتهم، وكيف أن الاعتداءات الإرهابية والحصار الاقتصادي أدى إلى إعاقة الأداء الكامل لوزارات كالكهرباء والموارد المائية والإدارة المحلية والنقل والتجارة الداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي والسياحة والنفط والأشغال العامة والإسكان. بمناسبة عيد الأم، مديرية الثقافة بحمص أقامت أمسية موسيقية غنائية أحيتها فرقة أميسة الموسيقية، وذلك بحضور محافظ حمص طلال البرازي وفعاليات رسمية وشعبية. تحت عنوان أم الشهيد، وبمناسبة عيد الأم، أقامت مديرية الثقافة بحمص أمسية موسيقية غنائية أحيتها فرقة أميسة الموسيقية، وذلك بحضور محافظ حمص طلال البرازي وفعاليات رسمية وشعبية على مسرح دار الثقافة. لقاءات متتابعة فيها كل المحبة والود والتقدير، هذا اللقاء الجميل بالموسيقى والغناء والأداء المتميز يعيد إلى مدينة حمص ألقها، ويعيد حالة التعافي إلى هذا المجتمع المتميز في محافظة حمص. هي سهرة وأمسية لطيفة نقول فيها لكل أمهات سوريا كل عام وأنتم بخير. احتفاء بهذه المناسبة اليوم حبينا نعمل احتفالية صغيرة، يعني هي احتفال بالأم بشكل عام وبأم الشهيد بشكل خاص. طبعا البرنامج حيكون منوع،
في شيء على الأم أكيد طبعا، وفي شيء وطني، وفي شيء الأغاني الكلاسيكية اللي لها علاقة بنوع الموسيقى اللي نحن بنقدمه بالعادة. قدمنا هيك مجموعة شغلات نهديها كلياتنا لأمهاتنا بهالمناسبة اللي كتير حلوة اللي هي عيد الأم. هذا اليوم هو بيمثل يمكن شيء بقلب كل إنسان اللي هو حبه لأمه ووفاءه لإلها، وهالإنسان اللي ضحت كتير كرماله واللي تعبت وسهرت مشان هو يكون ويصير بحياته. فبدي قلها لأمي، بدي عيد أمي، بدي قلها كل عام وانت بخير، ولكل أمهات سوريا وقلوا هيك شغلة صغيرة لهم. يا مو يا مو يا ست الحبايب، يا مو يا مو يا مو يا ست الحنايب، يا مو. قدمت الفرقة عددا من الأغاني الوطنية وأغاني طربية وموشحات وقدود، تفاعل معها الجمهور الذي وجه المعايدة للأم السورية بعيدها التي ربت رجالاً يحققون الانتصار ويضحون لأجل الوطني بدمائهم. والأمهات الشهداء الله يصبركم، وسوريا غالية وبدها تضحية، ونحن أمهات بعلينا نضحي بأولادنا. أمنا الكبيرة سوريا لازم نفديها. نقول كل عام وانتم بخير لأمنا سوريا ولأمها الشهداء كلهم، وكل سنة سالمين، وإن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله أحلى، إن شاء الله يا رب يرجع الأمن والأمان للبلد. هي الأم عطاء وإيمان ومحبة، وأم الشهيد هي الأم التي أعطت أغلى ما عندها كرمزا للتضحية ليبقى الوطن عزيزا شامخا. محافظ حمص طلال البرازي يلتقي بعدد من أهالي الحي ممن لم يغادروا منازلهم ومن المهجرين منه، بهدف إطلاعهم على التسهيلات المقدمة لدخول وخروج أبناء الحي بعد فتح طريق دوار المهندسين المخصص لأبناء الحي حصرا. في إطار استكمال تنفيذ خطوات المرحلة الثالثة من اتفاق حي الوعر، التقى محافظ حمص طلال البرازي عددا من أهالي الحي ممن لم يغادروا منازلهم ومن المهجرين منه، بهدف اطلاعهم على التسهيلات المقدمة لدخول وخروج أبناء الحي بعد فتح طريق دوار المهندسين المخصص لأبناء الحي حصراً، حيث استمع لمطالبهم الخدمية وأهمها مخاطبة المحافظة للجهات الرسمية لتبرير غياب وانقطاع الموظفين والعاملين في الجهات العامة وتأمين المزيد من باصات النقل الداخلي للأهالي، إضافة إلى العديد من المطالب الخدمية من كهرباء وغاز وغيرها. كما أكد المحافظ خلال اللقاء بأن تحسناً تدريجياً يتم إنجازه وبخصوص تأمين جميع المطالب الخدمية الأساسية، مبدياً استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات اللازمة كافة. المحافظ البرازي أوضح أيضاً أن المدارس ستفتح أبوابها ابتداءً من يوم الأربعاء. ستتحسن الأمور أكثر وتم تأمين الخدمات بشكل أفضل بعد 6 أسابيع بعد خروج آخر المسلحين من حي الوعر. هناك رغبة لدى الدولة كانت دائمة وهي مستمرة بأن أهالي الوعر يجب أن يبقوا في أحيائهم وفي منازلهم، ونحن نرغب من معظم المسلحين أن يستفيدوا من مرسوم العفو الرئاسي وأن يقوموا بتسوية أوضاعهم وتسليم السلاح. العالم عم تفوت وتطلع هلأ، نحن كموظفين والعالم دا ترجع على بيوتها هلأ خلال 6 أسابيع أو 8 أسابيع، وإن شاء الله بصير كل خير. كلياتنا أهل وكلياتنا أخوي، بدنا نبني سوريا ككل، وبدنا نبني حمص لأن مدينتنا، وبدنا نبني الوعر لأن حارتنا، وبدنا نعمم هالتجربة على الكل. أنا بيتي موجود هنيكي ووظيفتي دائم يعني، وبيتي وأهلي كلنا بدنا نرجع إن شاء الله. كل شيء بنتمنى إنه يرجع حي الوعر مثل ما كان، ونرجع بيوتنا مثل ما كنا ومثل ما كنا عايشين. إن شاء الله بضلوا بخير أنت وهالبلد يا رب. بدنا نرجع على الوعر، وبدنا نرجع نستمتع بجو الوعر وبهوى الوعر، وما رح نتركها لحدا، بدنا نضل إلنا، وبدنا نضل نحن عم نروح ونجي على الوعر وبحمص وسوريا كلها تقلنا، وإن شاء الله بترجع وبنرجع مثل أول وأحسن إن شاء الله. الأهالي عبروا عن ارتياحهم لإنجاح خروج الدفعة الأولى من المسلحين خارج الحي، مثمنين جهود جميع الجهات التي ساهمت باتفاقية الوعر وعودة الحي إلى حضن الدولة السورية،
آملين بإنجاح جميع الخطوات وتحقيق الأمن والاستقرار. دائرة سياحة جبلة تقيم على مدرج المركز الثقافي في مدينة جبلة حفلا تكريميا لأمهات شهداء المدينة وريفها. إن بكينا تنسب دموعهن فخرا واعتزازا بأبنائهن الشهداء، أمهات لم تجدن أغلى من أرواح أبنائهن لتقديمها في سبيل سوريا الأبية التي تستحق أن نبذل الغالي والنفيس لصون ترابها. على مدرج المركز الثقافي في مدينة جبلة أقامت دائرة السياحة جبلة حفلاً تكريمياً لأمهات شهداء المدينة وري الذي لا يمثل إلا القليل القليل مما قدمته تلك الأمهات. رح تضل سوريا مستمرة وتقدم أبنائها وتقدم، لأن سوريا هي الأم فالإنسان دائماً، فنحن أبناء سوريا ونحن منضحي في سبيل أن تبقى أمنا سوريا صامدة في وجه أي عدو. هو بيضل الشعور ناقص، بس باعتبار هيك في أمثالكم وأمثال هالشباب عم يكرمونا وعم يحسوا فينا، بتحس نت في الغصة بتبعد عن الواحد. مهما قدمنا ما بنكافي هالوطن، نحن الحمد لله رب العالمين. أنا أم شهيدين وبرفع راسي فيها وبعتز بشهادتها. بصبح سوريا، لأن سوريا هي أمنا كلياتنا، وسوريا أم الشهداء، وبحيي أمهات الشهداء والشباب والشهداء أجمعين. وضحينا وبدنا نضل نضحي طول ما نعيشين على تراب وطننا الغالي. الله يرحم الشهداء ويحمي الوطن. الله يرحم الشهداء جميعا ويصبر هالأمهات ويصبرنا يا رب. أمهات الشهداء أكدن استعدادهن لتقديم المزيد من التضحيات كرمى لعيون أمنا الكبرى سوريا. محافظ اللاذقية يعقد اجتماعا في مديرية زراعة اللاذقية بحضور قائد شرطة المحافظة والأسرة الزراعية في المحافظة ومديري المناطق الشرطية والأمنية بهدف اتخاذ إجراءات وتدابير مشتركة للحد من أخطار الحرائق في ريف المحافظة. بهدف اتخاذ إجراءات وتدابير مشتركة للحد من أخطار الحرائق في ريف المحافظة، عقد محافظ اللاذقية اجتماعا في مديرية زراعة اللاذقية بحضور قائد شرطة المحافظة اللواء ياسر الشريطي والأسرة الزراعية في المحافظة ومديري المناطق الشرطية والأمنية. شددنا على خلال المرحلة القادمة على تطبيق قانون الحراج، شددنا على الدوريات المشتركة من جميع الجهات المختصة في المحافظة، أيضا الاستعانة بجميع المواطنين الشرفاء والفرق الحزبية والمخاتير ورؤساء البلديات، التجديد على الحواجز بمنع أي مرور آليات تحمل أحطاب أو أخشاب لا تحمل ترخيص، أو متارب أو مفاحم موجودة ببعض المناطق والسماح بها. الإجراءات المتخذة تتضمن ترميم وصيانة الطرق الحراجية وشق طرق جديدة وتنظيف جوانب الطرقات وتجهيز مناهل ونقاط المياه لاستخدامها عند الحاجة موزعة على كامل جغرافية المحافظة، وزيادة الدوريات والحراسة الليلية على مدار الساعة منعا للحرائق المقصودة. هناك تتبع شبه يومي لوضع غابات المحافظة وحرائق المحافظة وعمليات التحطيب والتفحيم على مستوى محافظة اللاذقية. التعاون المشترك بين كافة جهات بالمحافظة سواء جهات الشرطية أو جهات الأمنية وفنيين مديرية الزراعة أعطت نتائج مثمرة خلال الفترة الماضية، وممكن الاطلاع على هذه النتائج من خلال عرض الضبوط المنفذة على مستوى محافظة اللاذقية. يذكر أنه تم تعيين 3 فرق تقوم بالمناوبة على مدار الساعة في عدد من المراكز المنتشرة بالمحافظة، وتشكيل 12 فرقة لتدخل السريع في إخماد الحرائق وتجهيزها بالآليات المناسبة، حيث يتم الاتصال على الرقم 188 المخصص للإبلاغ عن هذه الحرائق.